السلام عليكم دكتور أيمن. السلام عليكم. دكتور ممكن حضرتك تفتح المايك بس معلش المايك مش شغال. يا دكتور السلام ايه عليكم. مسموع الصوت؟ تاني يا دكتور لو حضرتك حابب تعمل شير سكرين للشاشة مفيش مشكلة قبل ما نبدأ. انا بس من فين عايز اطلع البرزنتيشن، عايز اطلع ال في كلمة نيو شير لو حضرتك في تحت كده زي ايكون كده لونها اخضر وسهم لفوق اسمها نيو شير. ايوه شير سكرين. تمام. تمام كده. تمام يا دكتور ممتاز. يا ريت لو الصورة واضحة عند الناس كلها برضو تضغط رقم واحد في الشات. ايه دكتور ممتاز كده. انا برضو عملت لايف على الفيسبوك بحيث ان اللي مش هيقدر يتابعنا على الروم يقدر يتابعنا على اللايف برضو على صفحة بام اريبيا ان شاء الله. باشمهندس محمد، المحاضرة دي متسجلة مش كده؟ المحاضرة متسجلة ان شاء الله ولايف اون فيسبوك. يبدأ ولا لسه؟ تاني يا دكتور اسمح لي يعني أشكر حضرتك على الدورة القيمة دي ونبدأ إن شاء الله. أقدم حضرتك يعني بعد إذن حضرتك طبعا إن شاء الله النهاردة هنبدأ محاضرة أو دورة النهاردة وبكرة عن المباني الخضراء مع الدكتور أيمن ملوك، دكتوراه في العمارة البيئية جامعة القاهرة مصر، ماجستير إدارة المشاريع جامعة جرينتش بلندن المملكة المتحدة، محاضر العمارة والعمارة البيئية بجامعات مصر ولبنان، عضو بالهيئة السعودية المهندسين درجة استشاري، استشاري معماري بنقابة المهندسين المصرية، عضو شعبة العمارة بجمعية المهندسين المصريين بالرياض، رئيس أكاديمية الواحة للاستشارات والمشاريع البيئية بمصر. بشكر حضرتك يا دكتور وبالتوفيق إن شاء الله. وشرف لبيم أريبيا إن هي يعني تستضيف حضرتك، شكرا جزيلا، بالتوفيق إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، الصوت كده واضح للجميع. النهارده إن شاء الله وبكره بإذن الله هنبدأ أو هنتكلم عن مقدمة عن المباني الخضراء. هنفهم يعني إيه المباني الخضراء. المقدمة دي المفروض إنها ديت بحطها دائما وأبدا لبداية الكورس بتاع المباني الخضراء. احنا ان شاء الله لو حبيت وان احنا نستمر ونكمل باذن الله هيبقى مع بيم ارابيا باذن الله الكورس ده هو تتعمل ان شاء الله، وان شاء الله هيبقى فيه استفاده كبيره جدا لانه عايزين نغير مفاهيمنا كتير جدا عن يعني ايه مباني خضراء. عايزين نفهم كويس قوي عناصر المباني الخضراء، عايزين نفهم ايه البنفيتس اللي فيها، ايه المميزات اللي فيها، ايه الفايده اللي بتعود علينا وعلى المجتمع وعلى الكيانات كلها. أرجو إن من الجميع إن شاء الله إن يكون في استفادة كبيرة، وإن شاء الله نحاول ندي صورة طبعا مبسطة علشان يستوعبها الجميع
عن مفهوم المباني الخضراء. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الاخلاص في القول والفعل يا رب العالمين. دايما بحب ابتدي بالدعاء ده هو مع كل كورساتي ومع كل المحاضرات. زي ما اتفضل الباشمهندس محمد، انا خريج سنه 85 هندسه معماريه، وحاصل على الماجستير سنه 98 وسنه 2004 دكتوراه من جامعه القاهره، وحاصل على ماجستير ثانيه في اداره المشاريع من جامعه جرينتش في لندن. انا اساسا استشاري معماري، نقابة المهندسين من 2001، ومؤخرا صدر لي أول كتاب البناء بمادة تربة الأرض، ده الجزء الأول ما يخص بالعصور القديمة. إن شاء الله يكون في فائدة كبيرة بإذن الله للجميع، وإن شاء الله يتبعه الجزء الثاني ما يخص بالعصور الحديثة أو المنشآت الحديثة بصفة عامة. أنا حاليا المؤسس لمجموعة دوم للمباني الخضراء أو المشاريع الخضراء والاستشارات المتكاملة، وده كده نبذة بسيطة عني وعن ال هنبتدي نعمل إيه إن شاء الله. مبدئيا يعني إيه؟ ليه إحنا بنتكلم عن المباني الخضراء؟ وايه هي علاقه المباني الخضراء بالحياه بتاعتنا؟ ولازم نفهم كويس قوي، هل المباني الخضراء هل ده جزء من منظومه الاستدامه بصفه عامه؟ يعني ايه مفهوم كلمه استدامه؟ يعني ايه مفهوم كلمه ان الارض اللي احنا عايشين عليها لازم تكون دائما ورثي؟ ليه احنا كبشر بنتاثر بكل المؤثرات اللي بتحصل على الكره الارضيه؟ هل الكره الارضيه دي هي ملهاش اي تاثير او ملهاش اي تاثيرات بتيجي عليها؟ يعني مفهوم كلمه التغير المناخي هل له علاقه بكلمه المباني الخضراء؟ مفهوم المؤتمرات اللي تمت عن طريق اليونسكو وعن طريق المنظمات الدوليه هل ده كان له علاقه بمفهوم المباني الخضراء؟ كنا مؤخرا بنتحدث مع بعض الزملاء عن موضوع المباني الخضراء، اللي هي المباني الخضراء ولا العماره الخضراء؟ هل احنا كمهندسين كلنا معنيين بهذا الامر؟ هل احنا بس المهندسين المعنيين بهذا الامر؟ كلمه المباني الخضراء بيعيش فيها المهندسين فقط ولا بيعيش فيها اي بشر؟ لان مفهوم كلمه مبنى او المنشاه ده مفهوم عام للجميع. طب اذا كان المفهوم ده هو يعني مش قادرين نوصله بطريقه جيده، احنا مين؟ احنا متخصصين. ازاي هنطلب من الاخر ان يحافظ على المكان ده اللي هو هيعيش فيه او هيشتغل فيه او هيلعب فيه او هيمارس اي نشاط فيه؟ هل الكره الارضيه اللي احنا عايشين فيها هل فعلا تصلح للمعيش عليها؟ تساؤلات كتيره جدا جدا ردوا عليها ناس كتيره جدا في كوتس ليهم او تعليقات ليهم. يعني انا بس بحب ابتدي دايما بشويه كوتس كده، هو شويه تعليقات ارجو انها تكون فايده للجميع. Every day is earth day، كل يوم هو يوم الارض. The earth does not belong to us، احنا اللي we are belong to the earth، احنا اللي بننتمي للارض. I don't want to protect the environment، I want to create a world where the environment doesn't need protection. انا مش عايز ان انا احمي البيئه، انا عايز اعيش في دنيا، في حياه ان البيئه فيها مش محتاجه حمايه. When we heal the earth we heal ourselves، لما بنحمي الارض، لما بنعالج الارض احنا كاننا بنعالج نفسنا. دي بعض الاقاويل لناس كتيره جدا لهم اهتمام بالبيئه ومدافعين عنها بصفه عامه، واحنا كلنا لازم نكون هذا الشخص. هي دي الفكره الاساسيه اللي بيبني عليها مفهوم كلمه الاستدامه، المفهوم بيبني عليها مفهوم كلمه المباني الخضراء والحياه. وعلشان نبتدي نستوعب كويس قوي لازم نبتدي نتكلم دائما وابدا من البدايه. سميناها جرين موفمنت، عايزين نوصل من اول النقطه الاولانيه خالص، من اول ما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا الارض
ايه اللي احنا نقدر نستوعبه من هذا المكان اللي يحتوينا جميعا. علشان نقدر نفهم كويس قوي الكلام ده، هو لازم نبتدي من البدايه تاني، لازم نجيبها، نجيب من اولها، من اول السطر. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكره الارضيه، ولما نزل القران بعد كده قال وفي الارض ايات للموقنين. No on earth are signs for those who are certain. احنا عايزين نفهم كويس قوي، هل الكره الارضيه دي هي اللي احنا عايشين فيها فعلا هو افضل مكان وانسب مكان لينا؟ في كلمه برضو كده سوفوكليس من احد الفلاسفه الكبار، No speech can stain what is noble by nature. مفيش اي حديث، اي خطاب ممكن هو يتاثر او يتلوث ما هو اساسا، او يلوث ما هو اساسا له طبيعه نبيله، طبيعه طيبه اللي هي الكره الارضيه. احنا عايزين نستوعب المفاهيم دي كلها علشان نقدر نطلع مبنى صديق للبيئه، مبنى نقول عليه منشاه جرينز، منشاه بيئيه، منشاه مستدامه. من الاول خالص بدايه، لما نيجي نفهم احتياجاتنا كبشر، فنلاقي ان اشهر واحد عامل لنا المفهوم ده هو كان ماسلو، عمل كده هرم تدريجي او هيراركي كده، هو بيقول فيه ان الاحتياجات بتاعتنا لها درجات معينه. اهم واشهر واقوى قاعده للاحتياجات اللي هي فيسيولوجيكال نيدز، اللي منها الهواء والميه والاكل والشلتر والسليب والكلوزنج والريبروديوسنج او ريبرودكشن. الشلتر، المأوى، المكان اللي احنا هنعيش فيه من قديم الازل، ابتديها من ايام سيدنا ادم. العلماء بيعترفوا دايما وابدا ان الانسان الاول هو الانسان اللي مر تجارب كثيره جدا جدا عشان يفهم يعني ايه يستوعب يعني ايه شلتر. التجارب دي خلته يتعايش بمفهوم التراير ايرور، التجربه والخطا. فكان لازم يمشي في ثلاث مراحل رئيسيه. المرحله الاولانيه مرحله السيميوليشن، يقلد كائنات دي هي سواء كان حيوانيه او نباتيه، وبعدين يطور فكره التقليد ده، هو يعمل ديفلوبمنت ليها، وبعد كده يبتدي يبتكر ويخترع. فلو كان في عايش في بيئه ثلجيه، بيئه بتاعت الارض كلها متنوعه وكثيره، لو كان عايش في بيئه ثلجيه فبيشوف الدب مثلا، حيوان الدب ده بيستخبى ازاي، وابتدي يستوعب كويس قوي انه جوه الثلج يقدر يعيش. فهنا ياخد فكره انه هو ازاي يبني المنشأ بتاعه في المناطق الثلجيه من الثلج. واظن في فنلندا اشهر الفنادق اللي موجوده، من ضمن اشهر الفنادق الموجوده في العالم، فندق بالكامل مبني بكتل الثلج، حتى الفرش بتاعه معمول بالثلج. فازاي انك تستوعب القصه دي، هي يمين يا انسان يا اللي عايش في المناطق الثلجيه. طب المناطق الصحراويه، ما احنا اوريدي عارفين ان الحيوانات اللي حوالين منه بتتعايش مع المناطق الصحراويه، وازاي ان هي بتقدر توجد لها وسيله تحمي بها نفسها من العوامل المؤثره عليها جامد جدا جدا. طبعا الحيوانات الكثيره الموجوده سواء كانت حتى الجمال، من اول الجمال وصولا حتى الثعابين والعقارب، اللي هي كل الحيوانات دي هي بتنوعها مختلف في البيئه الصحراويه، كل واحده من دول بتوجد لها مكان او توجد لها اسلوب او بيئه تقدر تتعايش فيها. فلو خدنا فكره الجمل، وازاي ان الجمل بيقدر يحافظ على درجه الحراره بتاعته وجلده والفروه بتاعته، من الحاجات اللي ثبت فيها العلماء انها من اكثر انواع الفروات اللي تقدر تحمي بها طفل صغير رضيع. حتى الفروه بتاعت الجمل كمان ليها فائده كبيره جدا جدا في حمايه الاطفال من اي امراض ومن اي مضار. طب لما يجي البدوي القديم انه ياخد من الفروه بتاعت الجمل ده ويقدر يعمل منها ما يطلق عليه الخيمه او التنت، ده ما هو ده هو من خير من مرحله السيميليشن الى مرحله الديفلوبمنت. وبعدين ابتدى ياخد باله ان الصحراء ليها مكونات كتيره جدا، هي التربه اللي هي بتشتغل اللي هي موجوده فيها، سواء كانت تربه رمليه او طفليه او اي نوع من انواع التربه، ويبتدي يعمل بيها منشات. والصوره اللي باينه ان هو المفروض كلمه الانوفيشن دي اوريدي مبنيه كلها بالطين، عباره عن ايه؟ مدينه شباب، اكثر من 10 ادوار في بعض في بعض المباني، 10 ادوار وصل 10 مبنيه كلها بالطين، من اكثر من 700 سنه
او اكتر من كده كمان، وهكذا. فكره ان انت تتعامل مع البيئه بمكوناتها هو ده الاساس. حتى في المناطق الجبليه، ازاي ان الانسان القديم كان بيستغل الكهوف اللي كانت موجوده في الجبال ويتعايش فيها ويعيش فيها كما يعيش فيها الحيوانات اللي تقدر توصل لهذه الكهوف، وابتدى يطور الفكره. طب لما اخد الحجاره دي هي بدل ما اطلع للجبل ما اعملها على الارض السطح او الوادي تحت، واخد الحجاره بتاعت الجبل واقدر اعمل منها بيوت، ثم اطور البيت واعمل له ابواب واعمل له سقف واعمل واعمل. ده برضه فكره في المناطق الجبليه. طب المناطق الغابات نفس القصه، بتشوف الحيوانات ازاي بتعمل العش بتاعها على الاشجار، فيبتدي ياخد من الاشجار الفروع والجذوع بتاعتها علشان يقدر يعمل بها المبنى بتاعه، البيت بتاعه، ومنه ابتدى يتطور الفكره بتاعته الى ان وصل الى البيت الموجود تحت. على فكره البيت الموجود ده نوع من انواع البنى بالطين بنسميه وطن، وده مشهور جدا جدا في اوروبا. وتطور الفكر الانساني لحد لما وصلنا الى انواع كثيره جدا من المنشات اللي تقدر انها افكارها تطور حياه الانسان نفسها. يعني ايه تطور حياه الانسان؟ لان الانسان بيقدر يحاول ان هو بفكره يقدر يعمل ابتكارات وابداعات كثيره جدا في المنشا بتاعه علشان يقدر يتواءم نمره واحد مع البيئه المحيطه اللي حوالين منه، نمره اتنين يتعايش مع جماليات عصره ويتعايش مع مكنونات المفهوم من وراء البنى اللي هو بيبنيه. احنا كنا بنتكلم عن الشلتر، المأوى دوت يعني السكن. طب لما تطور الامر الى ان يكون المبنى الاداري، المبنى الملاعب الكوليزيوم، او المباني العبادات، المعابد، الكنائس، ثم المساجد، وهكذا. كل الافكار اللي اتبنت في العصور القديمه كلها كانت بتحاول انها تتواصل مع مكنون مفهوم ازاي ان المبنى ما يؤثرش بالسلب على المستخدم. هنا دي نقطه مهمه جدا جدا قد يكون افتقدناها في العصر الحديث. فعلا احنا افتقدناها، وهنشوف ازاي احنا افتقدناها، لكن هو ده الاساس اللي اشتغل عليه الانسان قديما، ويمكن لحد وقت قريب جدا جدا كان هذا المفهوم هو اللي بيشجع الناس انها لما تبني بهدف، وليس البناء فقط للشكل، او زي ما حصل في اوروبا ايام الرينيسانس في الهول، لكن الشكل ما كانش هو الهدف في معظم المنشآت بتاع زمان، بل ان في اهداف كتيره جدا جدا كانت بتحتويها المنشآت بتاع زمان. واحنا بس لو اتكلمنا كده سريعا، يعني ايه مشربيه، يعني ايه ملاقف هواء، يعني ايه تختبوش، يعني ايه الفناء الداخلي والفناء الخارجي، الباسيو، يعني المفاهيم دي كلها هي ده الاساس اللي كان بيشتغل بيها الانسان القديم علشان يطور فيها مفهوم المباني بتاعته. الى ان جاء فتره بنسميها فتره الريفولوشن بتاعت الصناعات، الاندستريال ريفولوشن. طبعا سريعا الحكايه بتاعت الاندستريال ريفولوشن كانت بدايتها كان التاجر اللي كان بياخد الصناعات اللي كان بيعملها الفني او العامل اللي كان منتشر في قرى بعيده عن بعضها، وهذا التاجر لقى نفسه انه بيعمل مشقه كبيره جدا جدا علشان يوصل لهذا العامل وهذا الفني اللي موجود هناك. فابتدى ياخد فكره، طيب ما انا اجمع الناس دي عندي، انا ايه اللي خليني اروح لهم؟ خليهم يتجمعوا عندي. وابتدى يتكلم على انه طب هجمعهم فين؟ وهنا يبتدي يوجد منشأ كبير علشان يستوعب الناس دي هي، وكانوا بيشتغلوا على مكان بسيط. في فتره اللي هي من 1760 ل 1870 ابتدى يظهر التقنيات الحديثه اللي هي كانت متمثله في الماشين، المكنه اللي كانت في وقتها هذا كانت بتشتغل بوسائل او الوقود الاحفوري اللي هو زي الفحم والسوائل اللي كانت ساعتها، ما كانتش لسه صناعه البترول تتحول الى مشتقات من صناعه البترول زي السولر، زي الزيوت والمازوت والحاجات دي كلها، لكن الفحم كان هو الاساس. تطور الامر بعد كده مع وجود صناعه البترول وصناعات البترول المتنوعه. كان هذا الامر يستدعي ان المكان يكبر،
لكن مش علشان يستوعب عدد كبير، هو فعلا بياخد عدد كبير من البشر، لكن في نفس الوقت كان بيحط للمكنه المساحه الاكبر والاوسع، وكان عنده المكنه انها كانت هي الاغلى، لان البشر كتير يقدر يستعين بمجموعه من البشر وممكن يطردهم تاني يوم ويجيب غيرهم، فالبشر كتير. فكان المساله بالنسبه له المكنه هي الاساس. المكنه علشان بتشتغل بالفحم، فكان لازم نفهم كويس قوي ان المكنه دي لازم يطلع منها اكزهوست، يطلع منها خرج. الخرج ده هو كانت في الاول ما كانش فيه المداخن اللي كانت موجوده فوق المصانع، فكانت الناس بتتاثر جامد جدا جدا بالدخان اللي بيطلع من المكن والدخان اللي بيطلع من حرق الفحم. وهنا جت التطور، طب خلاص نعمل المصنع يبقى فيه مدخنه، ونشوف بقى المداخن اللي كانت موجوده في العصور القديمه في الافلام الفرنسيه والافلام الانجليزيه ازاي كان التلوث كان عالي جدا جدا. وبعد كده تطورت الفكره، طب انا عايز العمال المهره اللي موجودين في القرى البعيده موجد لهم مساكن علشان يعيشوا فيها. واظن الصوره اللي هي موجوده على اليمين في اسفل ده كانت المنشآت المباني اللي كانوا بيعيشوا فيها البشر، اللي هم جايبهم من مناطق بعيده علشان يبقوا قريبين من المصنع. في المجمل، هل انت كنت شايف ان المباني دي هي تهتم بالانسان؟ ابدا خالص، ما كانش بيهتم خالص بالانسان. الهم عنده المكنه والمنتج اللي هيتكسب منه مين؟ التاجر اللي بقى صاحب مال، التاجر اللي بقى راس مالي اللي هو بيزنس مان، ان هو اهم حاجه عنده ان يطلع المنتج ايا كان. البشر ده هو تعبانين مش تعبانين، بصحه بعافيه، متضررين غير متضررين، لا يهمه هذا. ومن هنا ابتدت النقابات العماليه تنزل ويبقى لها تواجد ويبقى لها حركه على مستوى المجتمع الصناعي. وهنا يبتدي يبقى في علاقه كبيره جدا جدا ما بين النقابات والعمال، اللي ظهرت بعد كده مفهوم كلمه الاندستريال ريفولوشن او الثوره الصناعيه، اللي بيها يتمردوا على البيئه اللي هم عايشين فيها والبيئه المكانيه اللي بيشتغلوا فيها. البيئه المكانيه اللي بيشتغلوا فيها المصانع، والبيئه اللي عايشين فيها اللي هي المنازل والبيوت اللي هم قريبين منها، اللي بيضطروا ان هم يتواجدوا فيها. كانت طبعا الامراض كانت منتشره كتيره جدا جدا، ومن اشهر امراض السل اللي كان بياخد يعني صوره قويه وكبيره جدا ما بين العمال وعائلاتهم. مش بس السل والطاعون والامراض اللي هي الثقيله اللي كانت موجوده في هذا الوقت، من نتيجه من تواجد الناس مع بعضيها في اماكن ضيقه على العدد اللي المفروض انه ما يسعش هذا. لكن هذا الأمر فقط لم يكن هو الوحيد في أنه يعمل تأثير على مفهوم كلمة الاستدامة. مع الزمن ابتدى العلماء ياخدوا بالهم أن التغيرات المناخية اللي بيبقى ليها تأثيرات غير مرئية غير على المدى البعيد، ابتدوا يدرسوا أن في مشاكل كثيرة جدا بسبب المناخ، سواء كان الثلج اللي بيذوب في القارتين أو بالعكس في المناطق اللي بيصاب بموجات ثلج عنيفة جدا جدا، أو المناطق اللي بيحصل فيها نحر على البحر اللي هي مناطق المدن الساحلية اللي بيحصل فيها تآكل للشواطئ بتاعتها. وبنلاقي إن الأمطار الشديدة والعواصف الشديدة ونسبة المناطق التانية في الكرة الأرضية والكوارث العنيفة زي التسونامي وما حدث من التسونامي، أو مفهوم أو كلمة تسونامي إحنا استوعبناه كان أيام التسونامي الأولاني بتاع إندونيسيا، ثم التسونامي بتاع اليابان، وما يتبعه ذلك من برضه تأثيرات مناخية مختلفة. وفي مناطق تانية بنلاقي شح المية وندرة المية كتأثير برضه من تأثيرات المناخ، أو التصحر اللي بيحصل على الأراضي الزراعية وزحف الرمال اللي بيجي على الأراضي الزراعية في مناطق تانية، والجفاف اللي بيصيب بعض المناطق زي افريقيا، جفاف من عدم وجود المياه وتشقق الارض وعدم وجود محاصيل علشان الناس تاكل منها الناس والحيوانات، او العواصف الشديده والبراكين والدوامات التورنيدوز العنيفه اللي بتحصل في مناطق كثيره في العالم. كل ده تاثيرات يعني ليها كان ليها اشكاليه كبيره جدا جدا في انه التغيرات المناخيه تعمل تاثير ضار على الحياه على الكره الارضيه.
لكن هذا الأمر فقط لم يكن هو فقط العامل الأساسي. نرجع تاني بعد ما ابتدينا نطور نفسينا، لقينا نفسينا بنشتغل على ماس برودكشن وكميات كبيرة جدا جدا من الإنتاج اللي بيطلع مننا، وبقت المدن بتاعتنا من كثرة المصانع اللي فيها بيحصل فيها طبقات من التلوث العنيف جدا جدا، السمجز اللي موجودة في طبقات الهواء، وابتدينا لاننا بقينا شعوب مستهلكه جامد جدا جدا، فبقى فيه ويست، بقت فيها مخلفات كتيره جدا جدا، فبقت المخلفات دي هي اصبحت ازيد من الحاجه، وبقاش في بعض المناطق مبقاش ليها مكان، فكان المكان اللي هتلقى في مجاري الانهار وفي مجاري وفي طرقات الناس. الزياده العدديه للشعوب والزياده العدديه لسكان الارض، الكره الارضيه، ازاي ان هو كان ليها تاثير سلبي كبير جدا جدا على حركه النمو في مدن كثيره جدا، في بلدان كثيره جدا، واحتياجنا لان احنا عايزين نعمل زراعات كثيره جدا تدر علينا ارباح عاليه، كان ده هو سبب من اسباب ان بنجور على الغابات الطبيعيه، وعلشان نجور على الغابات الطبيعية دي بنعمل إهلاك واستهلاك للمواد الأولية اللي موجودة في هذه الغابات، ونقدر نقول إن كانت من ضمن الأسباب الثقيلة جدا جدا من اختفاء الغابات في مناطق كثيرة في العالم، إن إحنا مش بس بنحتاج الخشب اللي موجود في هذه الغابات علشان نصنع منها ونعمل منها الصناعات المختلفة، لكن أيضا لأن إحنا حولنا الغابات إلى أراضي زراعية نزرع فيها محاصيلنا، وما يفيض عنها للأسف الشديد ما بتوصلش للدول الأفقر والدول الفقيرة، ولكن تترمي في المحيطات وتترمي في البحار. كل ده كان له تأثيرات، سواء كانت العوامل المناخية أو العوامل الإنسانية، من أول الثورة الصناعية وصولا إلى ما نحن فيه، إلى إن بقى فيه مشاكل كثيرة جدا جدا، اللي منها لو عديناهم زي ما كنا بنتكلم عليهم دلوقتي، الـ increasing all type of pollution، التلوث الثقيل اللي بقى موجود سواء كان في الهواء أو في المية، والبوليوشن بقى السمعي والبصري، والبلوشن التلوث اللي بيصيب الانسان في كل مسار حياته. للاسف الشديد لاننا طورنا مفاهيم الصناعه بطريقه مختلفه كتيره جدا جدا جدا، فكان ده نتيجه من نتائجه انه ظهرت مواد سميه موجوده وبنستنشقها وهي حوالين منا في البيئه المحيطه بتاعتنا، سواء كانت حتى في الحوائط، حتى في الفرشه، حتى في الملابس، حتى في حاجات كتيره جدا جدا، ده بنلاقي المواد السميه ده هي. للاسف الشديد زاد التصحر، وزاد اللي في نفس الوقت الجور على الغابات، كل ده هو زي ما اتفقنا زي ما قلنا انه كان بسببها، اما ان احنا عايزين نستغل المناطق الغابات في المواد الخامه بتاعتها، او لان كان بسبب المناخ ان زحف الرمال بيجي من الصحراء ويخش على المدن. تغير المناخي كان من عوامله الثقيله جدا، اللي هي الصوبه الزجاجيه او الغلاف المليء بالغازات اللي اصاب الكره الارضيه، وكان له تاثير شديد جدا جدا على طبقه الاوزون بعد كده، لما هنشوف ان ازاي طبقه الاوزون اللي كانت موجوده ان السكنس بتاعها التخانه بتاعتها قلت كتير جدا جدا، وكانت طبقه الاوزون ده هي حمايتها كبيره جدا جدا للاشعه الضاره اللي كانت بتجيلنا من الشمس. فللاسف الشديد بقت تنتشر الامراض الجلديه كتير جدا. ليه؟ بسبب ان طبقه الاوزون في مناطق كتيره السكنس بتاع التخانه بتاعتها قلت، وبالتالي الاشعه الانفراريد والالترا فايولت بقت تخش على حياتنا وبقت تؤثر بتاثير سلبي كبير جدا علينا. طبعا الرو ماتيريال كونسامشن، استهلاكنا للمواد الاوليه زاد كتير جدا، لان عددنا زاد، لان احتياجاتنا زادت، لان بقينا شعوب مستهلكه، كلنا بقينا شعوب مستهلكه، بقى في تقنيات جديده جدا، الموبايل علشان اطلعه في عناصر معادن نفيسه لازم اروح ادور عليها واجيبها من افريقيا، ودول افريقيا تعاني الفقر الشديد، والصناعات دي هي تحقق مكاسب كبيره جدا لاصحابها في الدول الغنيه. أصبحنا مستهلكين جامد جدا جدا للطاقة، ولما بنتكلم عن الطاقة بداية من الطاقة الأولية خالص، الطاقات الأحفورية اللي كانت الفحم، ثم بعد كده البترول ومشتقاته،
وابتدينا ندور على بدائل، لكن بعد ايه؟ وقت متاخر. إيه؟ للاسف الشديد استهلكنا كتير جدا من الطاقه الاصليه اللي كانت محتفظه او موجوده في الارض من ملايين السنين. ابتدى يظهر معانا كصناعات اثرت على البيئه الانشائيه موجوده اللي احنا عايشينها واللي احنا شايفينها. الكلام ده هو كان في القرن ال 17 والقرن ال 18. من زمان احنا عارفين ان كان في صناعات ازاز، كان في صناعات ميتال. الصناعات دي هي كانت ليها اشكال محدده، اما انها بتاخد اشكال الاواني او بتاخد اشكال السلاح تسليح زي في الستيل او كده هوت، بعض النوافذ، لكن ما كانتش بالنسبه للازاز ما كناش بنعرف لسه نطور فكره ان احنا نعمل من صناعه الازاز البلين جلاس او الزجاج المسطح. اللي بعد كده لما ابتدينا نشوفه في منشآت ألف من القرن ال 17 والقرن ال 19، لقينا ازاي استخدمناه في بعض المنشآت الكبيره الضخمه هنشوفها دلوقتي. نفس الكلام الحديد لما ابتدينا نصنعه ويطلع من الحديد الكمرات بانواعها واشكالها المختلفه، ويبتدي يتطور مفهوم كلمه ان الحديد ليس فقط انه يطلع منه باب او يطلع منه تشكيليه في الفرجيه او يطلع منه سيف علشان احارب بيه، لا ده كمان الحديد ممكن يطلع منه عناصر انشائيه نقدر نشتغل عليها. تزامن الكلام ده هو مع حاجتين برضو رئيسيتين، ان هذا الشخص اللي اسمه اوتيس عمل لنا اول كابينه. الكابينه دي هي بتشتغل اوتوماتيك علشان تطلع الناس من المستويات الاعلى، فكانت الحركه دائما كنا بنتكلم عن المستويات الافقيه، لا ده احنا كمان بقينا نتكلم عن المستويات الراسيه للمنشات. فهنا كانت هتساعد بعد كده وهنشوف ازاي انها هتساعد في المنشات الحديثه. ايضا من ضمن الصناعات اللي اثرت على الحياه، الحياه الكونستراكشن، الحياه البيئه الانشاء بصفه عامه، اللي هي صناعه الاسمنت. وصناعه الاسمنت هي صناعه في المقام الاول تعتمد على مواد، ليست فقط مواد طبيعيه ان احنا ناخد منها مواد، لكن كمان دخلت مواد، يعني بقت مواد صناعيه كتيره جدا جدا. مصانع الاسمنت اللي نقدر نتكلم على انها من اكبر المصانع اللي في 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 على مجال الصناعات كلها، الا انها كمان من اكثر الصناعات تلويث للبيئه، مصانع الاسمنت. من الاسمنت يطلع منها ايه؟ يطلع منها الخرسانه. طيب يبقى العناصر الاربعه دول غيروا مفهوم المنشآت بصفه عامه. ايه اللي بيها؟ نشوف الدلاله بتاعتها عامله ازاي. الازاز مع الستيل يطلع منها اكبر قصر كان اسمه الكريستال بالاس، وده كان في لندن في يو كي، وكان سنه 1851. للاسف هذا القصر اتعرض لحريق شديد جدا جدا، وللاسف ليس له وجود الان. ده كان المعرض الرئيسي في لندن في القرن ال 19 قبل ما يتحرق. اول منشأ بنقول عليه منشأ هاي رايز بيلدينج، ده كان في ليفربول، المدينه اللي فيها بيلعب فيها محمد صلاح، في ليفربول سنه 1864. وكان هذا المبنى اللي انتم شايفينه على اليمين، ده كان اللي هو اورل تشامبس، الغرفه التجاريه، اورل. ده كان دور ارضي واربع ادوار زي ما انتم شايفين. طبعا احنا هنا اهو بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على منشأ الاساس بتاعه بقى ما بقاش حجري وبس، ده بقى حجري وداخل معاه مسطحات ازاز ضخمه، وكمان بيشتغل معانا الحديد كاستراكشر، وكمان بيشتغل معانا ابتدى الاوتس بقى يفرض وجوده في القصه. كان اوتس بيطلع دور ودورين بس، او يعني بقى كمان بيطلع ثلاث اربع ادوار. فهنا الفكره دي اللي شجع بعد كده ان لما نعلى اكتر، لما لقينا بقى ايه هاي رايز بيلدينج اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في امريكا في شيكاغو. المبنى اتبنى 17 دور، 10 دور اسف، اللي هو مبنى التامين اللي موجود في شيكاغو، وده كان سنه من 1884 ل 1885 اللي بناه ميجور ويليام. هنا برضو اوتس بقى ايه كمان تشجع اكتر اكتر وابتدى يشتغل على المباني هاي رايز بيلدينج، وده كان اول مبنى يتقال عليه بصفه عامه اكتر من اربع ادوار يصل الى مبنى 10 ادوار. هل هي دي هي
تفاعلات المجتمع في الوقت ده، هو كان مجتمع كان كله بيشتغل على انه المواد دي يبني بيها بصفه عامه. ما كانتش الناس بتفكر بمنطق ان احنا نقرب من البيئه، ولا البيئه دي تحمينا، او البيئه دي هتعمل معانا تاثيرات ايجابيه ولا سلبيه. لكن كان في بعض الارهاصات البسيطه اللي هي كانت فرديه بالمستوى المستوى الفردي للقائمين على الصناعه. زمان كان على فكره المعماري كان اسمه البناء. البناء زمان كان بيشتغل بمفهوم كلمه انه ازاي يعمل منشأ بيئي صح، فكان بيعتمد على بعض الافكار اللي هي بتطور له احتياجه، او بتطور له احتياج المستخدم اللي بيها ما يشتكيش المستخدم ان المبنى ده هو يعني بيضره ولا لا. فكانت الحوائط في المناطق الحاره كانت حوائط تخينه، كانت الاسقف كانت مرتفعه، كان وجود عنصر الميه والجرينز اللي هو الاخضر كان كتير، سواء كان في الفناء الداخلي او الفناء الخارجي، المسافات البينيه، وحتى كمان في الصالونات الداخليه. كانت فكره ان الشبابيك الضخمه اللي بيخش منها الاناره والتهويه والخصوصيه، بعد كده لما ابتدينا نفكر مفهوم المشربيه، وللمناطق الحاره قوي ابتدى يظهر معانا كمان مع كل دول مفهوم كلمه الملاءه في الهواء، وازاي انها كانت بتعمل حركه موفمنت كتير كبيره جدا جدا للهواء السائع جوه المنشات. كل العناصر دي واكتر من كده كمان عملت نموذج قوي جدا للمبنى البيئي او المبنى المستدام. يعني ايه كلمه مبنى مستدام؟ يعني مبنى بيحافظ على صحه الناس، صحه المستخدمين ليها. فرانك لويد رايت ده من المعماريين الشهيرين جدا، وهو امريكي مواليد سنه 1867 وتوفي سنه 1959. فرانك من العلامات المعماريه الشهيره جدا على مستوى العالم، ولما كان بيبني كان بيحاول ان هو يقرب من البيئه، من الطبيعه. فكان له اشهر مبنى عامل بصمه كبيره جدا على مستوى العالم، اللي هو الفولينج ووتر، مبنى الفيلا بتاعت القصر بتاع الفولينج ووتر، اللي كان بنيه في وسط غابه، وكان المبنى كان تحت منه عامل شلال بحيث انه يسمع المستخدم صوت الميه، خرير الميه النازله من الشلال في وجود غابه مليئه بالاشجار والحيوانات، سواء كانت الطيور او الحيوانات البريه اللي كانت متعايشه في هذه المنطقه. كان له كلمه حلوه قوي: study nature, love nature, stay close to nature, it will never fail you. لازم تدرس الطبيعه، لازم تحب الطبيعه، خليك قريب من الطبيعة، الطبيعة عمرها ما هتخذلك أبدا. على الجانب الشرقي كان في المهندس حسن بيك فتحي رحمة الله عليه، وعلى فكرة بعد كده هو حصل على الدكتوراه. المهندس حسن فتحي هو قوته وقيمته الرئيسية إنه أحيا ما كان خلاص ابتدت الناس تنساها. ليه؟ زي ما اتفقنا، عصر القرن ال 19 وبدايه القرن العشرين، هجمه الخرسانه، هجمه الاستيل، هجمه المسطحات الازاز، هجمه المباني المرتفعه لاكثر من ادوار، مع تاثير المصاعد اللي كان تاثير ايجابي لهذه المباني المرتفعه، خلانا نبعد كتير جدا جدا عن اصل البنى اللي احنا عشناه الاف السنين، مش هقول مئات بل الاف السنين، اللي هو كانت البنى بالطين. حسن بيك فتحي لما ابتدى يتكلم ويرجع تاني للمفهوم ده، هو حب يعمل تطبيقات لمفهوم البنى بالطين، لكن للأسف الشديد هو لما اتعمل الكلام ده هو اتحط تحت مربع انه هذه المنشآت فقط للفقراء، ولم يكن حسن فتحي يعني هدفه فقط الفقراء، لكن الفقراء والأغنياء، بدليل الفلل والقصور اللي عملها لناس كتير جدا بالبنى بالطين. ولما حاول ان هو في موقع الوظيفه اللي كان عايش فيه، اللي كان موجود فيها في وقتها كوكيل وزاره الاسكان، انه يحل مشكله مجتمعيه كبيره جدا في منطقه اسمها القرنه في الاقصر، ومنطقه تانية اسمها باريس، هوجم طبعا المنشات ديت وهوجمت الافكار بتاعته، وللاسف الشديد لم تكن لتصلح انها يعني ينولها نجاحات كتيره جدا زي مشاريع حصلت في وقتها.
ولان زامر الحي لا يطرد طبعا المهندس حسن فتحي للاسف الشديد، يعني لجأ انه هو يبتدي يدي خبرته للعالم طالما المجتمع عنده ما كانش، وان كان على فكره كانت بصماته عاليه جدا للمحيطين حوالي منه في صوره فيلل كتيره جدا عملها لناس على مستوى ربوع مصر. يعني حسن فتحي بعد كده اشتغل مع مكتب يوناني، ثم استدعته اليونسكو علشان يعمل قرية في نيو مكسيكو وقرية في السعودية في الرياض. كل ده حسن فتحي كان بيتكلم من غير ما يتكلم بيقول ان انا بعمل جرين بيلدينج، هو ولا فرانك لويد رايت، احنا بنتكلم على منشآت تخدم الانسان بصفة عامة ليس لها مسمى محدد، سواء كانت المباني دي حديثة بالمنشآت الحديثة او بالمنشآت او اسف بالمواد الحديثة او بالمواد القديمة زي الطين وزي الحجر اللي بنسميها ايرث ماتيريال. كلمته إن الله قد خلق في كل بيئة ما يقاوم مشكلتها من مواد، وذكاء المعماري هو إنه في يتعامل إنه يتعامل مع المواد الموجودة تحت قدميه، لأن هذه المواد هي اللي بتقاوم قسوة بيئة المكان. يعني هو عايز يقول لنا إن أرجوكم ارجعوا للمواد الأولية اللي تحت رجليكم، المواد المحلية اللي تحت رجليكم هي دي الأصل فيها إنها تحمي الإنسان. هو ليس مسؤولا عن الخراب او الدمار بتاع ان انا ما اعرفش استخدم الماده اللي حوالين مني، لان للاسف الشديد جدا لما نيجي نتكلم على البنى بتربه الارض او بنى بالطين او الطمي او الرمل حتى، المواد دي هي موجوده من قديم الزمان من الاف السنين. كون ان انا استخدمها مش معناها ان انا فقير، او مش معناها ان المبنى هيتهدم او المبنى هيتاثر بالميه والكلام ده كله، ده كله مفاهيم ما كانتش واضحة للبناء الأولاني لما استخدمها في مباني كتيرة جدا زي ما انتم شفتوا مبنى شباب، ومش بس كده على مستوى العالم سور الصين العظيم، البيوت اللي كانت مجتمعات متكاملة في الصين بتحتوي على أكثر من 3000 أسرة وهكذا، منشآت كتيرة على مستوى العالم ظلت آلاف السنين. ويمكن في الكتاب عندي ذكرت نماذج من كل قارة لهذه المنشآت المبنية بتربة الأرض مبنية بالطين. أرجع أقول إن الموضوع كان له تأثير قديم، يعني له تاريخ، هذا التأثير تاريخه كبير جدا من قديم إلى يومنا هذا حتى بالمواد الطبيعية. لما ابتدينا بقى نستخدم ونتعافى على نفسنا ونتعافى على البيئه بتاعتنا او على الارض بتاعتنا، وابتدينا نطور مفاهيم الطاقه وازاي ان احنا نقدر نشوف ايه هي التاثيرات الصناعات الثقيله والصناعات، لما الثوره الصناعيه الاولى خلفت بعد منها الثوره الصناعيه او الثانيه ثم الثالثه، كل ثوره من دول بيبقى ليها دلالات معينه، لكن استخداماتنا لدلالات الثوره دي في الصناعه كانت الاساس فيها ازاي نطور مفهوم الطاقه. ولما ابتدت مفاهيم الطاقه تبقى ليها اشكال متنوعه، كان اعلى انواع الطاقه اللي هي جت في فتره من الفترات اللي هي استخداماتنا للطاقه النوويه السلميه في مولدات الطاقه على مستوى العالم الغربي، والمولدات الطاقه دي هي كان برضو كانت مشاكلها ان مش بس السلميه، وكانت سلميه ودواعي الحربيه. عرفنا كتير جدا جدا ان كارثه كبيره جدا في مين اللي عرفنا؟ الاعلام الغربي لما اتكلم على تشيرنوبل، ازمه تشيرنوبل وكارثه تشيرنوبل اللي حصلت في اوكرانيا اللي كانت احد دول الاتحاد السوفيتي سنه 1986، لكن هذا الاعلام نفسه لم يألو جهدا ان هو عرفنا ان كان في برضه مفاعل في امريكا اسمه 3 مايل ايلاند، وكان حصل فيه مشكله كبيره جدا جدا سنه 79 في مارس سنه 79، ولم يتحدث ايضا في ازمه او كارثه لاف شانل او لاف كانال اللي كانت موجوده في اغسطس سنه 78. كل هذه المدمرات الكوارث العنيفه اللي تأثر بها الغرب كانت ليها تأثير على الكرة الأرضية بطريقة أو أخرى، لأن مش المسألة كانت فقط للمحيط بتاع المدينة، ده كان بيتعدى أوقات إلى يتخطى أكثر من 40 ميل الويف بتاعة التأثيرات الضارة
للتأثيرات الخارجة من المفاعلات النووية أو المصانع الكيماوية. ولا ننسى تاريخنا ولا ننسى ان حرب 73 كان لها مدلول كبير جدا جدا في تأثير على الفكر العالمي وتأثير على احتياج العالم للطاقة. لما الدول المنتجة للبترول وعلى رأسها السعودية ورحمة الله على الملك فيصل لما ادى قرار بوقف انتاج البترول اثناء حرب 73 عشان يجبر صاحب القرار الغربي انه لا يعاون المحتل الاسرائيلي في عدوانه الغاشم، وفي نفس الوقت يدي فرصه قويه جدا للجيوش العربيه انها تتعامل مع هذا العدو الغاشم في حرب 73 الغاشم. كان دلاله هذا الامر ان لقينا ان الدول الاوروبيه والدول الامريكيه مش لاقيين، كان ساعتها على فكره لو تفتكروا صناعات السيارات مثلا كانت العربيات الكبيره الكاديلاك والروز رويز والحاجات دي كلها كانت ضخمه جدا، وكان لان البترول المشتقات بتاعت البنزين والسرعه حاليا كانت رخيصه قوي، فايه المانع ان هي تبقى العربيه بالضخامه دي، والضخامه دي التانك بتاعها يبقى برضه ضخم. فكانت اشكاليه كبيره جدا جدا. اللي بعد كده هو لقينا اليابان لما دخلت بمفاهيم الجوده ومفاهيم الصناعات الحديثه بتاعتها انها تنتج عربيات اقتصاديه عشان توفر في استهلاك الكهرباء، استهلاك البنزين. احنا شفنا في هذه الفترة ان ازاي المسؤولين الكبار في الدول الأوروبية كانوا بيروحوا المكاتب بتاعتهم دراجات علشان ما يستخدمش السيارة عشان ما يستهلكش بنزين. لقينا بعد كده تفاعل كبير جدا جدا لما ابتدى العالم يتكلم مع بعضيه بصوت عالي. العالم مش بيتكلم منه لنفسه كده، هو لازم يكون في عوامل زي ما قلنا الازمات الكارثيه اللي عملتها الصناعات الثقيله واستخداماتنا المواد كتيره جدا اثرت بالسلب على المستخدم على الاوكيبنت او المستخدم للمنشا. بعد كده ابتدى المجتمع ياخد باله بان كمان التاثيرات المناخيه كانت ليها مشاكل كبير جدا. كل العوامل دي سواء عامل بشريه او عوامل مناخيه، ابتدى المجتمع الدولي ياخد باله ان طب تعالوا بقى نتحرك. من اول في السبعينات ابتدت المنظمات الدوليه خاصه اليو ان واليونسكو ابتدوا يعملوا المؤتمرات بتاعتهم تتحدث عن مفاهيم يا جماعه احنا في ازمه، على الكره الارضيه فيها ازمه، تعالوا نحاول نحل نشوف ايه هي المشكله الرئيسيه اللي بتخلينا نعاني من هذه. في سنه 72 في اول مؤتمر في ستوكهولم اتكلموا فيه، اول ما ابتدوا بقى يتكلموا وابتدوا يتفاعل المجتمع الدولي علشان يطلع ايه هي العلاجات اللي احنا هنحاول ان احنا نوجد بيها حل للمشاكل، سواء كانت المشاكل اللي ليها علاقه بالتغير المناخي او المشاكل البيئيه اللي احنا شفنا منها صور كثيره جدا جدا على مستوى المدن وعلى مستوى الافراد وعلى مستوى الاشخاص، وازاي ان الكلام ده هو كان بيبقى ابتدى ياخد مناحي كبيره جدا جدا من التاثير على صحه البشر. فمن اول 72 ثم 83 التقرير الشهير بتاع رئيس وزراء النرويج براندتلاند، وبعد كده مؤتمر برضه بتاع 92 بتاع في ريو دي جانيرو ريو ايرث، وفي كيوتو في اليابان سنه 97، وجوهانسبرج سنه 2002، ثم توالت بعد كده المؤتمرات. لكن كان يهمنا ان احنا نكتشف ان كان في قرارات بتطلع في هذه المؤتمرات، وكانت كل مؤتمر من المؤتمرات دي هي كان له دلاله ازاي ان الناس تبتدي تاخد بالها. يا مجتمع دولي خد بالك، يا مجتمع دولي يا حكومات اعملوا حسابكم ان الموضوع بقى فعلا ازمه شديده. الى ان ظهر في سنه 2015 في احد المؤتمرات الكبيره في سنه 2015 ان اجتمعت 195 دوله وقالوا تعالوا نطلع ايه هي الاهداف اللي احنا نشتغل عليها عشان ننمي مجتمعاتنا. فعملوا مفهوم الاس دي جي او سستينبل ديفلوبمنت جولز، اهداف التنميه المستدامه اللي نقدر نقول فيها ان المجتمعات لازم تعيش ولازم انها تشتغل عليها مش بالضروره كلها. يعني في بعض المجتمعات داخل ما فيهاش لا عندها لا بحر ولا 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 محيط، فبالتالي رقم 14 لايف بلو ووتر ده ما هيش معنيه فيه، وحتى كمان في بعض المناطق ليس لها كمان لا يوجد لها انهار،
وهكذا. لكن المساله مساله ايه؟ ازاي احنا نفعل احتياجاتنا كلها ال 17 علشان ندي اقتدام لحياتنا. الاول بقى موضوع البوفرتي او الفقر ثم الجوع وحاجات ال 17 دي كلها، ومن هنا يبتدي نقول طيب احنا كمجتمع دولي بقى عايزين نوصل بهدف رئيسي ان احنا نعالج مشاكلنا، ولقينا ان اهم مشكله فيها هي زياده عنصر ثاني اكسيد الكربون في الجو، وهو ده اللي بيسبب المضار الكبيره جدا جدا، سواء كانت تاثيراته على ثقب الاوزون او الغلاف الجوي. طبعا في غازات ثانيه وفي غازات سامه كثيره جدا، لكن الاكثر تواجدا والاكثر ضررا هو ثاني اكسيد الكربون. فكانت الهدف ان احنا نشتغل على اجنده معينه، وكانت الاجنده ديت توافقت الدول ديت على ان الاجنده دي يكون لها تايمينج. فالتايمينج اللي كان بيتكلموا عليه اللي هو 2030 طلعت ما يسمى اجنده 2030 كل الدول تشتغل عليه. صحيح بعد كده هذه ال 2030 تطورت ل 2040 2050 2060، في بعض الدول بتتكلم على انها هتحقق معدلات في منع انبعاثات الكربون في 2060 او 2040، وهكذا كل دوله بتحط بلانز بتاعتها علشان تقدر. وطبعا هذه الاتفاقات كانت اتفاقات ملزمه على الدول، والا كان هيحصل معاها مشاكل. ثم بعد كده ابتدت تتحرك المنظمات على مستوى العالم علشان يقولوا والله احنا عايزين كمان يكون لنا دور فاعل ومؤثر على المنشآت اللي كانت بتطلع في منظومه العالم كله. فلقينا ان اول منظمه كان ليها تاثير على المنشات كانت منظمه اللي بتطلع الستاندرد اللي اسمه بريم الانجليزي، وهو كان قبل ما يظهر الليد. فالبريم اللي طلع من انجلترا سبق الليد اللي طلع من الولايات المتحده الامريكيه اللي بقى ليد كندا، ثم بعدها توالد بقى ال اتش كيو اي اللي هو الفرنسي، الدي جي ان بي الالماني، الكاس بي الياباني، الجرين ستار الاسترالي، الاي يو جرين بيلدينج الاوروبي تبع الاتحاد الاوروبي. المنظمات الدوليه دي كلها لما ابتدت تطلع هذا الستاندرد، هذه المعايير، كان مفهومها انها ازاي تطلع منشأ يقدر يحمي المستخدم. لكن ده برضو كناس اكتيفيست، ناس ليها علاقه كبيره جدا في ان هم يطوروا البيئه ويطوروا المنشآت بتاعتهم. لقينا واحد اسمه دانيال ويليامز، ودانيال ويليامز ده كان كاتب وبروفيسور، والراجل يعني له نشاط كبير جدا جدا على مستوى الولايات الامريكيه، وابتدى يصنف مش بس يعني ده هو كمان عضو فعال في زي نقابه المعماريين او American Institute of Architecture AIA، المسؤول عن المعماريين في امريكا كلها. فدانيال ويليامز ده هو قال ان علشان نقدر نستوعب ان المباني ازاي انها تبقى مباني خضراء او ليه علاقه بالاستدامه، لما نبتدي بقى نطور مفهوم كلمه احنا عايزين نعمل مبنى مستدام فنسميه مبنى اخضر او مبنى مستدام، تعالوا ندور على احنا هنمشي على انهي مسارات. فحط مسارين رئيسيين، مسار نقدر نتكلم عليه له علاقه بالتصميم السلبي باسيف سيستمز ديزاين او باسيف ديزاين سيستمز، وده هيبقى له علاقه كبيره جدا جدا بكتله المبنى والمواد بتاعتها وازاي ان احنا نحاول نوفر في استهلاكاتنا للطاقه بان احنا نتخن الحوائط، نفتح نوسع مسطحات الازاز، نعمل الروف نخليه دبل لايرز تريبل لايرز، الحوائط نفس القسم ممكن تبقى كافيتي في فويد ما بينها او يتحط مواد عازله، الشبابيك والفتحات ازاي ان احنا نحميها وازاي تبقى اكتر من لاير وهكذا. او ان احنا نبتدي نلجا ليه او الاسلوب الثاني اللي هو ان احنا نشتغل في الهاي تك او هاي تكنولوجي. فالهاي تكنولوجي هو ده هو ابتدى لما ابتدت الثوره الصناعيه الرابعه، ابتدى يكون في ليه علاقه كبيره جدا جدا بازاي ان احنا نعمل كنترولنج ومونيتورنج على المنشات بتاعتنا. وبدها بعد كده في ثمانينات القرن الماضي لما ظهر مفهوم السمارت هاوس في المانيا، ثم بعد كده ما تابعه
من تقنيات كتيره جدا زي البي ام اس وكده. هو وهنا بقى علي مفهوم كلمه الهاي تك، مباني الهاي تك. وعلشان نستوعب اكتر للقصه، لقينا ان علشان يبقى قصاد الباسيف سيستمز في هنلاقي الاكتيف سيستمز، ده الاثنين هم في الاخر سستينبل او انفايرمنتال سيستمز. اللي علشان نبسطها شويه، في الباسيف سيستمز عندنا اليمنتس زي الويند كاتشر او الملاقي في الهواء او كابتشر بالبي، وفي الترامب وول دي هي في المناطق البارده، في الباسيف سولار انرجي، في المشربيه، في ال تاني في حاجات كتيره جدا، في تخريب الهواء طبعا اتكلمنا عليها، اتكلمنا عن الشبابيك والفتحات، واتكلمنا عن الكوليستر المشربيه ما بعد كده ظهرت منها الكوليستر وهكذا. في المقابل في الاكتيف سيستم لما التقنيات زادت، لقينا ان احنا عايزين نشتغل شويه كمان في الطاقه، فابتدينا يظهر حاجه اسمها الرينيوبل انرجي، اللي كان منها انواع كتيره جدا جدا، اللي هي زي الفوتوفولتيك سيلز والبليت سولار كولكشن او كولكتورز والويند توربينز والهيدروليك او الهيدرو الكتريك باور، اللي هي الدامز والمشات المرتبطه بيها، وانواع كثيره جدا اتعاملت مع الاكتيف سيستم زي ما اتكلمنا على البيم او اسف البي ام اس، اللي هي انظمه البيندنج موديلنج سيستمز، وازاي ان كل ده كان ليها تاثيرات على مفهوم كلمه الاكتيف. الجرين بيلدينجز اليمنت وايه هي البينفيت بتاعتها؟ هو ده اللي المفروض ان هنتكلم عليه بكره، لكن في عجاله. الجرين الاليمنتس اللي احنا المفروض ان احنا حن حن يعني هنتكلم ناخد نبذه بسيطه عنها، وان شاء الله لما نبقى نتكلم على الكورس بقى هيبقى في توسع في مفاهيم الاليمنتس دي. هي هم 10 عناصر بنشتغل عليهم اللي بيساعدوا ان المبنى يبقى جرين. اول حاجه الباسيف ديزاين سيستم. ايه هي الباسيف ديزاين سيستم وايه هي المحددات الرئيسيه اللي بتطلع لي التصميم بتاع المبنى من غير ما الجا للتقنيات، من قبل ما الجا للتقنيات؟ ودي اول مرحله اقدر اقول ان المعماري اللي عايز يطلع مبنى اخضر او مبنى مستدام او مبنى بيئي، انه لازم يستوعب كويس قوي مفاهيم الباسيف سيستمز، لازم استوعبها ولازم استخدمها كمان قبل ما الجا للتكنولوجيا. مهم جدا ايه هي البيئه المحيطه اللي حوالين المبنى، وهل هي بيئه يعني ساحليه ولا صحراويه، هل فيها حدائق حوالين منها ولا فيها مصادر ميه حوالين منها، ولا هي حوالين منها اسفلت اسود يقدر ياثر لي بالسلب على المبنى ولا. ده طبعا انا بحاول ان انا اوجد العلاقه والعلاقه المضاده علشان استوعب كويس قوي ازاي اقدر اطلع مبنى بالشكل ده. من الحاجات الرئيسيه في الجرين بيلدنج اللي احنا لازم نتكلم فيها الماتيريال بانواعها بقى. احنا مش بنتكلم عن الماتيريالز الانواع الصناعيه، احنا بنتكلم عن انواع الماتيريال اللي ليها علاقه بالجرين بيلدنج. فنتكلم على الماتيريال العضويه، بنتكلم عن الماتيريال اللي كمان بيحصل ليها ريسايكلينج او اللي خارجه منتجات الويست ماتيريال، والماتيريال اللي بتتكلم في النانو تكنولوجي، حاجات كثيره جدا في مفاهيم الماتيريالز هنتكلم فيها ان شاء الله. ازاي نحسن المبنى؟ نحسن المبنى داخليا مهم جدا ان احنا نستوعب اللي هو الاي كيو او ما يطلق عليه اندور انفايرمنتال كواليتي، جوده الاندور، جوده البيئه الداخليه للمبنى، سواء كانت الفنتيليشن بتاعه، سواء كانت الاضاءه بتاعته، الاودرز، الروائح، كل ده كله مؤثرات كبيره جدا جدا هنعرفهم من السطح ان شاء الله. ايضا من العناصر الرئيسيه في الجرين بيلدنج كفاءه الميه، وازاي نعلي كفاءه الميه. كفاءه الميه بانواعها كلها، مش بس ميه الشرب والطهي، ده كمان بنتكلم على ميه الزراعه، ميه المكيفات، الميه بصفه عامه، ميه الحدائق، ميه التشطيف، ميه الغسيل، كل انواع الميه ديت ايه؟ ازاي نزود الكفاءه بتاعتها؟ ازاي نعلى
بمفهوم الإضاءة الطبيعية natural lighting، إزاي نحققه في منشآتنا، وإزاي نعلي قيمته علشان يقلل لي من استهلاكي أو من استخدامي للإضاءة الصناعية، لأن الإضاءة الصناعية ليها تأثيرات ضارة برضه على المستخدم. إزاي نتعامل مع الرينيوبل انرجي كمصدر رئيس للطاقة بديل من الانرجي الطبيعية أو الانرجي التقليدية، آسف، الانرجي التقليدية اللي هي بتيجي لنا على الشبكة، الجريدز اللي الدول بتعملها عن طريق محطات الكهرباء اللي بتستهلك وقود كتير جدا وبتلوث الجو. العنصر الثاني إدارة المخلفات ومفهوم التري أو تريبل آر، الريوز والريديوس والريسايكلينج. المفهوم ده بقى منحى عالي جدا جدا في الاقتصاد، بقى له تأثير عالي جدا في احتياجات الناس. لقينا بعد كده ان احنا عشان نتكلم عن جرين بيلدنج لازم نبتدي نتكلم على البي اي اس او بي ام اس، يعني بيلدنج اوتوميشن سيستم او بيلدنج موديلنج سيستم. كل ده هو علاقته بالتقنيات العالية جدا اللي بنستخدمها، سواء كانت في السكن، سواء كان في المستشفيات، سواء كان في الفنادق، سواء كان في أي منشأ ممكن نقدر نطلع المنشأ له علاقة بالبي ام اس أو له علاقة بالتقنيات الحديثة. وعلشان المبنى ما هوش واقف لوحده، فأنا بحتاج أفهم كويس قوي الانفراستراكشر اللي تربط المباني ببعضيها ووسائل المواصلات، إزاي إن أنا أخليها تبقى جرين، سواء كانت الترانسبورتيشن أو الانفراستراكشر. سريعا البنفيتس اللي موجوده في المباني الخضراء، هنقول كده يعني 10 عناصر كده وسريعا، اللي هي زي اللور اوبريتنج كوست، تكلفه التشغيل قليله، امبروفنج اوكيبنت هيلث، بنعلي الكفاءه او صحه والويل بينج بتاعت المستخدمين، الدوكيومنتيشن اند سيرتيفيكيشن، بروفايدنج كواليتي اشورنس، بالشهادات اللي بتطلع على جودة المبنى أو إن هو بيستخدم معايير الاستدامة، بيساعدني كتير جدا جدا في توكيد الجودة وإعلائها. قيمة المبنى الـ higher value at point of sale، لو حبيت إن أنا أبيع. تثقيف المستخدمين بمفاهيم الاستدامة، الـ future proofing assets، الفايده المستقبليه من وجودنا في مبنى اخضر، الانكريزنج برودكتيفيتي، ازاي ان انا بزود الانتاجيه بتاعت الموجودين في، سواء كانوا في المصانع او في الورش او في حتى المكتبات او في اي مكان بيئه عمل، انا اقدر اعلي الانتاجيه بتاعتهم بوجودهم في مبنى اخضر. ازاي ان انا كمصمم اقدر اعمل تنوع عالي جدا جدا من التصميم لما يكون المبنى جرين، فبالتالي في فلكسبيليتي، في مرونه في المبنى بتاعي. طبعا ان الايجارات بتاعت المنشات المباني الخضراء بتزيد، لان في عندي علاقه عكسيه ما بين المبنى لما بيقدم وعمره يطول الايجارات بتقل، تمام، لكن مع الجرين بيلدينج لا، لان الجوده بتاعت الجرين بيلدينج انها بتزود لي او بتقلل لي من المينترنس بتاع المبنى، فعمر المبنى بيزيد. وبعدين بنلاقي ان استخدام ان هذه العناصر كلها بتزود لي الاوكيبنسي، المعدلات بتاعتهم ايه هي المعدلات اللي ليها علاقه بالاوكيبنسي، معدلات السعاده، معدلات الصحه، معدلات حاجات كتيره جدا جدا لما بنتكلم عن استخدامنا للمباني الخضراء. شكرا جدا ليكم، وارجو ان اكون حطينا بدايات مفهوم هو الجرين بيلدينج. ان شاء الله هنتكلم على العناصر العشرة بكره ان شاء الله. انتظرونا، ولو حد عنده اي استفسار اهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا يا دكتور، جزاكم الله خيرا على المحاضرة الرائعة دي. أستاذ حضرتك لو يعني المشتركين معانا عندهم أي سؤال يعملوا ريز هاند بحيث ننظم عملية الأسئلة، أو يكتبوها على الشات براحتكم، يعني اللي حابب يسأل الدكتور أيمن يعمل ريز هاند بعد إذن حضرتكم، أو يكتب على الشات السؤال.
يا ريت اللي عنده سؤال يرفع ايده بس بعد اذن حضرتك. في باشمهندس زكريا بيقول شكرا لحضرتك دكتورنا العزيز، من فضلك لو ترشح لنا بعض المصادر المعتبرة للاستفادة من هذا الموضوع الهام. طبعا اهلا وسهلا بيك. مصادر كثيره جدا، سواء كانت الكتب او الندوات او المؤتمرات او المراكز البحثيه، يعني التنوع عالي قوي علشان اقدر احدد لك بالتحديد انت عايز تشتغل على ايه. عموما كتب الجرين بيلدينج ما هيش يعني صعبة الحصول عليها، وإن كان طبعا لما بنتكلم عن جرين بيلدينج الناس على طول بيجي لها في دماغها على طول إن هم أشهر حاجة اللي هي المعايير بتاعة الاستدامة للمباني اللي ليها علاقة بالمنظمات زي ما اتكلمنا عليها، اللي هي زي الليد، زي البريم، زي الستار، زي الكاسبي، زي الستارز. كل معيار من المعايير دي هي بيبقى ليها الداتا بتاعتها، وحتى على مستوى كمان الدول المحليه، يعني المستدام اللي طالع من الامارات، او حاليا دلوقتي بيتفعل موضوع الجرين بيراميدز في مصر، البناء الاخضر اللي موجود او السعفه الخضراء اللي موجود في السعوديه. المعايير دي كلها بقت في حاجات في متناول اليد، تقدر يعني تقدر تستوعب كتير جدا ازاي ان انا اشتغل على الجرين بيلدينجز. طبعا الكورسات في الموضوع دوت كبيره او كتيره، وفي ناس متخصصه في هذه المواضيع، وبنحاول ان شاء الله ان احنا نتفق على كورسات باذن الله يعني لشرح مستفيض لمفاهيم الاستدامة في المباني الخضراء. يا دكتور، في باشمهندس مصطفى اتفضل. السلام عليكم، معلش يا دكتور. وعليكم السلام، الله خير. أهلا وسهلا. أنا كنت بسأل لو في إمكانية عرض تجربة يعني منفذة لمدينة مثلا عالمية أو عربية. يعني صوت تطبق مفهوم الاستدامة أو الجرين بيلدينج. سواء كان مبنى او مدينه، طبعا احنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ايه في المحاضره التقديميه ديت احنا بنتكلم على عموم الموضوع، لكن طبعا بناكد على ان الموضوع يعني انا على صفحتي على الفيسبوك، على صفحتي على اللينكد ان، انا بحط منشآت كتيره جدا جدا ليها علاقه بالبي الليد او ليها علاقه بالبريم او كده هوت، وبحط مع الصور بتاعت المباني بحط ايه هي العناصر اللي خدت بيها هذا السيرتيفيكت. فاوريدي في داتا كتيره جدا في الموضوع دوت، انا حاططها في الصفحات عندي في الفيسبوك وكده هوت، وان شاء الله ابقى يعني اسيب لكم الرابط بتاع الصفحه بتاعي باذن الله، والرابط بتاع اللينكد ان ده مبدئيا. انما طبعا لو قدرنا بكره ان احنا نحاول ان احنا نجيب هذه المباني او احد هذه المباني ونحطها لكم على السلايدز عشان نقدر نستوعب بعض المفاهيم بتاعت الجرينز، لان مش بالضروره ان انا اشتغل على كلها مع بعضها، لكن لما بيعلى مفهوم ان انا اخد سيرتيفيكت من معهد من المعاهد علشان يتقال المبنى ده هو مطابق للبيئه وكده، لازم امشي على المبادئ بتاعت المعهد ده. اتفضل. شكرا دكتور. في باشمهندس نفادي اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نشكر المحاضرة الجميلة. كان ليا سؤالين، السؤال الأول
البداية الصحيحة لنشر الجرين اركتكتشر تبدأ منين؟ يعني البداية الصحيحة لنشر مفهوم الجرين اركتكتشر. السؤال الثاني، دور المؤسسات التعليمية في نشر هذا المفهوم، يعني التعليم المعماري ومدارس العمارة والكلام ده، يعني منين نبدأ نزود وننتشر بالمفهوم ده، وخاصة يعني بصفتي يعني أنا مدرس مساعد بكلية الهندسة في أزهر، في ضعف عام في المناهج وفي المقررات، ومعرفش هل البداية بتبقى مثلا من الطالب هو اللي بينشر المفهوم ده لما ينزل سوق العمل، ولا البداية من الأونرز والملاك وتبنيهم للمفهوم ده، ولا يعني منين بنبدأ يعني؟ شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب، هو سؤال طبعا كبير قوي ويحتاج يعني مناظرات وندوات، ويعني انا بشكرك على السؤالين بصفه عامه. اللي الخصها بمنتهى البساطه زي ما اتفقنا ان البدايات كانت مع المجتمعات او المنظمات الدوليه زي اليونسكو وزي اليو ان في مؤتمراتها وكده، وبعد كده المنظمات الحكوميه والقطاع الخاص ثم الافراد. نفس الترتيب ده هو لو اتكلمنا على دوله بذاتها، فلازم الدوله كراس الدوله يكون في اهتمام جامد جدا بمفهوم المباني الخضراء. واعتقد ان بلدنا الحمد لله رب العالمين لما ابتدى يبقى في تصور لمفهوم كلمه المدن الذكيه، لان معنى كلمه مدينه ذكيه انها تحتوي على منشات مستدامه. ده احد العناصر الرئيسيه في المدن الذكيه، انها تكون تحتوي على مباني. فالدولة تمشي الكلام ده، مش بس انها تنشئ، لكن كمان تأكد على مفهوم ان يكون في معايير للبنى، معايير البنى للمباني الخضراء. ده كده ما يخص الدولة. يجي بعد كده المجتمع التعليمي، مهم جدا جدا ان احنا نطور مفهوم كلمة العمارة الخضراء عند الطلبة وفي المناهج بتاعتنا. وديت هتحتاج منا كمؤسسات تعليميه على مستوى جامعاتنا ومعاهدنا الكبيره ان هي تزود كورسات الجرينز معانا. انا على فكره لما بتكلم عن المباني الخضراء مش عايز اوقف عند مفهوم المعماري. انا عايز اكمل المنظومه، لان اي مبنى فيها التخصصات كله بالكامل، كهرباء وميكانيكا وانشائي ومعماري، اذا كل التخصصات دي هي كلها تشتغل معانا في مفهوم انها تأطر وتؤصل من وجود الاستدامه في المنشآت. فده هو على مستوى الجامعات، واعتقد ان في اوراق بحثيه كبيره جدا وكثيره جدا اتعمل في القصه دي. طبعا بالاضافه لمراكز المراكز البحثيه زي المركز القومي للبحوث، مركز القومي لبحوث البناء، ازاي المراكز دي هي دلوقتي بقت تهتم كتير جدا انها تطلع مطبوعات كتيره جدا على مفاهيم الاستدامه ومفاهيم المباني الخضراء ومفاهيم المدن المستدامه او المدن الذكيه. كل دي هي بتساعد كتير جدا ان يبتدي يستوعب المجتمع لحاجه زي كده. طبعا تضافر المجتمع خلانا نقول ان مش لازم يبقى الموضوع واقف بس عند الوزارات او الجهات الحكوميه اللي بتشتغل في المنشآت، لان في جهات تانية لازم يكون ليها برضه مدلول الاستدامه ومدلول البيئه عندها، وما يبقاش الموضوع واقف لا عند وزارات الانشاءات ولا وزارات زي وزاره الاسكان اللي عندنا في مصر أو الوزارات المعنية بالبيئة فقط. لازم يكون في تضافر مع كل الوزارات لهذا الأمر، فحتى لو كانت وزارة الصحة، حتى لو كانت وزارة الصناعة، لازم كل دول يتفاعلوا معانا كوزارات في تأصيل مفهوم كلمة الاستدامة عند المجتمع. المجتمع بقى يبتدي يعلى عنده قيمة إزاي إن إحنا نقدر يتوجد مصانع بتشتغل في الجرينز، يتوجد منشآت يتقال عليها جرين، صناعات كتيرة جدا زي صناعة التعليم، زي صناعة الزراعات، المزارع، زي كل الحاجات دي هي تبتدي يعلى صوت صاحب القرار انه يا جماعة الجأوا بقى للحاجات دي، لان احنا داخلين على ازمات كتيرة. يعني بعيدا عن الازمات اللي هي اللي بيصيبها المجتمع الدولي، لكن كمان احنا عشان عددنا بيزيد، علشان احتياجاتنا بتزيد، فاحنا محتاجين ان احنا نفهم ونستوعب مفهوم الاستدامة مش بس في البيئه الانشائيه، لكن في بقيه الحياه مثلا. فاعتقد ان احنا لو قدرنا نقطر الكلام ده هو هنوصل لنتائج مذهله ان شاء الله. اتفضل. شكرا جزيلا باشمهندس شريف، اتفضلي. الو،
اهلا وسهلا فندم، اتفضلي فندم. سامعني حضرتك؟ ايوه فندم اتفضلي. انا كان عندي استفسار بالنسبه لي المباني الخضراء، ايوه هل بيبقى في تعارض مع المباني السمارت، ولا ده بيكمل ده، ولا هو افضل يبعد خالص عن السمارت واني بتحكم زرار، او يبقى في تحكم من كل حاجه بريموت والكلام ده، وان يبقى دي ولا يعني يلجأ تماما للطبيعه، ولا اتس اوكي نعمل بينهم دمج؟ فعاوزه رأي حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا انا يمكن اتكلمت شويه عن الموضوع دوت، لكن هقوله هو تاني تاكيد تاني، وهنفهمها بكره ان شاء الله لما نتكلم شويه عن البي اي بي ام اس او البي اي اس. شوف يا ستي، مفهوم كلمه مبنى سمارت انه مبنى اولا بيوفر في استهلاك الطاقه، ثانيا بيعلي من قيمه الراحه للمستخدمين، سواء كانت الراحه الحراريه، الراحه السمعيه، الراحه البصريه، كل ما هو مرتبط بالراحه اللي هو بنسميه الكمفورت زون او المربع الراحه. فانا يعلى عندي الكلام ده، هو هنا هو بيتاكد معايا مفهوم السمارت. تمام؟ فانا لما احط سنسورز، السنسورز ده معناها ايه؟ السنسورز ده معناها ان هو هيعمل لي تحكم على درجات الحراره، هيعمل لي تحكم على وحدات الاضاءه، هيعمل لي تحكم على استخدامات الاجهزه اللي موجوده في المنشأ، صح ولا غلط؟ ده اللي بيعلي قيمه السمارت. فكل لما التقنيات بتزيد، يعني السمارت ان هو بنشتغل ايه، على الايموشن او بنشتغل على ثيرمال الحراري، واخد بال حضرتك؟ فكل ده كله، ما هو كل ده كله جرين. يبقى احنا كده هو الاثنين تكامل في بعضيهم، الاثنين هو بيوصلني المبنى المستدام. تمام؟ فاحنا عايزين نفهم نستوعب كويس قوي ان مش معنى ان انا بتكلم على ان المبنى بستخدم فيه تقنيات عاليه ان انا كده هو خرجت بره مفهوم الاستدامه او خرجت بره مفهوم الجرين. لا، الجرين اشمل بكده بكتير، عشان كده هي محطوطه من احد العناصر العشره اللي احنا هنتكلم على مختصر ليها بكره ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك. دكتور محمد جابر، اتفضل. شكرا جدا يا دكتور على المحاضرة الجميلة الشيقة دي. عندي سؤال بس، هل ممكن ان احنا نحقق جرين بيلدينج تمام باستخدام الباسيف ابروتش اونلي، ولا لازم انتجريشن مع الاذر ابروتش تمام، وتأثيره على الكلايمت تشينج وكده يعني؟ الابروتش بتاع الباسيف هو ده اللي انا قلتها، ايه هي دي البدايه. فانا عشان اوصل بان الجرين بيلدينج يبقى متكامل، يبقى فيه انتجريتد لكل العناصر بتاعته، لازم احط المبادئ بتاعت الباسيف، لازم احطها بطريقه تقدر تنجحني كتير جدا في انها تقلل من استهلاكي للكهرباء، تقلل من استهلاكي للمكيفات، تقلل من استهلاكي للاجهزه. فهنا مفهوم كلمه الباسيف هنا هو هيعمل لي وفر كبير جدا. ثم بعد كده الجا للتقنيات، الجا للتكنولوجي، سواء كانت اللي هي الانرجي سيفنج وما يتبعها من عناصر، والرينيوبل انرجي، وثم العناصر الاخرى اللي ليها علاقه بالهاي تك زي ما اتكلمنا في البي ام اس او كده. كل العناصر دي كلها مكملات لبعضيها تقدر تعمل لي الجرين بيلدينج اللي احنا عايزينه. هل له تاثير على المجتمع او اسف على البيئه اللي حوالين منه؟ بالعكس خالص، ده احنا بنحاول ان احنا نقول ان احد العناصر الرئيسيه في مفهوم الجرين بيلدينج انه ما ياثرش بالسلب على البيئه المحيطه. فانا فاهم كويس قوي ان الجرين بيلدينج سواء كان بعناصره الباسيف او الاكتيف سيستم، الاثنين بيكملوني مع بعض، بيعملوا انتجريتنج مع بعض علشان يطلع لي منشا ما يضرش البيئة اللي حواليني. أهلا وسهلا. تمام. دكتور حسين، تفضل أستاذنا. السلام عليكم أستاذنا. أهلا وسهلا بحضرتك. إزيك يا دكتور؟ الله يخليك يا دكتور. وحشنا جدا 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 والله، يعني مشتاقين نشوف حضرتك ومشتاقين يعني نسمع المحاضرات القيمة دي. يعني ان شاء الله يعني ربنا يسهل حل وتنتشر يعني والكالتشر تتغير ان شاء الله. والحقيقه انا في يعني ثلاث اربع نقط او اسئله او زي ما حضرتك بقى تسميها يعني. اتفضل. اول حاجه
او انا بعتبر جرين بيلدينج كلتشر زي كلتشر بتاعت اي حاجه طلعت في الـ في الـ في الـ في ال 20 30 سنه الاخرانيين. فكنت اسال حضرتك على حاجه، يعني احنا الجرين بيلدينج انا بيرسونال يعني على قد يعني مش متخصص يعني طبعا استاذنا الكبير، هل في الـ في الـ في, الـ في من سنه 2000 لدلوقتي هل الكالتشر بتاعت الجرين بيلدينجز الانتشار بتاعها قد التايم اللي اتصرف فيها؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه يعني كمثل صغير، يعني ده نقطه من النقط برضو، يعني اعتقد سنه 2006 2007 تقريبا كنت في ابو ظبي، كنت ماسك هناك بروجكت، كنا بنعمل كان في جروب بتاع ليد وكونسلتنت بتاع ليد كان بيجي بيحضر الاجتماعات بتاعتنا الاسبوعيه وبتطبق البرنسبلز اوف ليد ديورينج كونستراكشن. الكلام ده انا ما سمعتوش غير هناك، ابراج اسمه ابراج تعمير على ما اعتقد على ما اتذكر يعني. فهذا الكلام ده برضه هل دي الكالتشر دي برضه اتزرعت يعني ايه يعني من ايامها برضه انا ما شفتش هذا الواي اوف ثينكينج او الواي اوف ابلكيشن بتاع الليد رولز او ريل ايش برنسبلز في الدورينج كونستراكشن. يعني كانت حاجه مهمه جدا، لازم التريتمنت العربيه داخله ازاي، الريسايكلينج الكلام ده يكون الاول والاخر. النقطه الثالثه الايفكت ذا ايفكت اوف نيو ماتيريالز اللي هي بنستخدم فيها نيو تكنولوجي، حصل فيها تطور كبير جدا 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 يعني. فهل هذا التطور في النانو تكنولوجي وفي الماتيريالز اللي طلعت مع النانو تكنولوجي او الميثودولوجيز بتاعت النانو تكنولوجي هل اثرت على الجرين بيلدينجز برنسبلز او رولز ومدى تاثيرها قد ايه يعني، او يعني ايه الميجر تشينجز او الميجر امبروفمنت اللي حصلت في مع الجرين بيلدينج بواسطه النانو تكنولوجي؟ وكنت على حاجه برضو رابعه، احنا طبعا عاصرنا المصدر اللي هو مدينه مصدر يعني مصدر سيتي اللي هي في ابو ظبي، ويعني شفناها بنت ازاي والدوكيومنتيشن بتاعها عندنا ومدير المشروع بتاعها كان موجود يعني صديق من اصدقائنا. فهل هذا هذه التجربه نجحت مثلا بشكل معين انها تشجع بقيه الدول او بقيه الاريا او بقيه العالم ان هو يعمل نفس النمط او نفس الجرين كلتشر او الجرين سيستمز ان يتعمل مدن ثانيه جرين برضه زي مصدر كده؟ هل في مدن ثانيه اتعملت او فكرت تتعمل سواء في الميدل ايست او في غيره؟ وانا طبعا يعني مش حن يعني احنا انا اللي شفنا منك النهارده ده قطره من علمك اللي انا عارفه طبعا حضرتك طبعا يا دكتور يعني، وبشكر حضرتك يعني ان احنا شفناك وسمعناك وربنا يبارك فيك ويخليك لينا يا رب. ويا ريت اذا ممكن حضرتك بس ايه ثلاث اربع نقط دولت ان احنا نقدر ان احنا يعني وهيك احنا بنتكلم على الكالتشر وبنتكلم على الماتيريال وبنتكلم على سامبلز او نماذج للمدن زي مصدر او كده تمام. لا بنتكلم على الابلكيشن اوف جرين اوف جرين برينسيبلز ديورينج كونستراكشن فيز. طيب ده مهم جدا لان الكونستراكشن فيز بتعمل بوليوشن غريب الشكل يعني. فبالنسبه لكل الانفايرمنت يعني كل الايكولوجي كلها بتتغير وبتتاثر من البروجكت لما تبقى كبيره يعني. هو احنا علشان نبتدي علشان نقدر نرد عليهم لان طبعا كل واحده من دول محاضره لوحدها مش مساسه يا دكتور. خلينا نقول ان الكالتشر طبعا هي مش من البدايه، مش من القرن دهوت ولا من ال 20 سنه ولا من 30 سنه. الكالتشر ده الاف السنين من بدري يعني الاف السنين. ايوه لما قلنا كده هوت ان البناء الاولاني لما كان بيتعارض او بيتعامل مع الشلتر من فكره الشلتر لما التطور الفكري بتاعه من سيميليشن لديفلوبمنت لانوفيشن ده بدايات مفاهيم كلمه الجرينز بصفه عامه او الاستدامه او سستينابيلتي بصفه عامه، لكن ما كانش ليها المسميات دي خالص. ايوه لما ابتدينا نخش على المنشات الكتيره وتنوع في المسميات المنشات برضو كان لها احتياجات. المبنى اللي كان بيطلع على مبنى قصر الحكم غير لما كان بيتصمم ويتنفذ زي المبنى المعبد او مبنى كده وهكذا. ففكره ان الكالتشر المستحدث هو كالتشر موجود في مكنون الشعوب، فانا مش بستحدث، مش مخترع الذره، الذره موجوده من قديم الازل لكن بغير اسمها.
او بعدل في اسمها. طيب دي ده الشق الاولاني، ان نتفق مع بعض ان الكالتشر ما هياش ولدت امبارح ولا ولدت ال20 سنه ولا ال30 سنه ولا ال100 سنه اللي فاتت، لكن هي موجوده فقط تم تطوير مفاهيمها، تم تطوير المسميات بتاعتها. خلاص فدي نمره. نمره 2 ما يخص الكونستراكشن. تاني هو الكونستراكشن له ارتباط بكذا حاجه. اول حاجه المستخدم او المالك، ثم توفر الماتيريال، ثم التكلفه والكوست. تمام. فاحنا الاشكاليه كلها كانت عند مين؟ عند هل المالك عنده القناعه انه يبني بهذا الفكر، فكر المستدام، ولا لا؟ ما زلنا بنعاني من هذا الامر. مين احنا؟ كل من له علاقه بصناعه التشييد. انك علشان تقول للمالك تعالى انا هعمل لك منشا يعلى فيه الاستدامه، هيقول لك اه الكوست هيساوي كام؟ يعني على راي واحد من الزملاء كان بيتكلمنا على ان هو بيدير احد المؤسسات بتاعه التطوير العقاري، او فكان بيقول لك احنا بنستخدم المبنى او فكره التصميم للتطوير العقاري مبدا الف ب الف، ابني بيع اجري. فابني بيع اجري معناها ان هو فقط اهتمامه انه عايز يحقق الربحيه بسرعه. فانا لما اقول ان المبنى مستدام، هل هو المبنى المستدام علشان قصه الشريط، ولا ما بعد كده؟ هي دي الاساس. ما بعد كده علشان يعلى الديورابيليتي بتاعت المبنى، علشان يعلى القيمه بتاعت المبنى، الادد فاليو اللي هتضاف للمبنى لما اعمل مبنى مستدام او مبنى جرين. ده الاساس اللي احنا نشتغل عليه كمفاهيم ناس ليها احترافيه في هذا المجال. خلاص. فبالتالي الكونستراكشن بيتاثر بالسلب والايجاب لو لقينا المستخدم الجيد، او اسف المالك الجيد اللي يستوعب هذا. طبعا مالك مش معناه ان هو صاحب العماره، ممكن يكون البنك، ممكن يكون المؤسسه اللي بتدير هذا المشروع، وهكذا. تمام. فالحاجه الثالثه اللي هي الماتيريال. طبعا مؤخرا صناعات الماتيريال بقت عاليه جدا، يعني نشكر الله سبحانه وتعالى ان اتوجد عندنا مخترع عظيم رحمه الله عليه، احمد زويل، لما حطينا مفهوم كلمه النانو تكنولوجي في اطار عالمي يفهمه العالم، اللي بيها كانت الايرا او العصر الحديث اللي هو ايه تطبيقات هذا الابلكيشن بتاعه النانو تكنولوجي، اللي لقيناها كتير جدا جدا في مواد ظهرت ما بعد كده، والتغير بتاع مواصفات الازاز بقى ما بقاش ازاز عادي، بقى ازاز ممكن يبقى شاشه سكرين، ممكن يتعمل عليها حتى الـ 7D الإزاز، وهكذا. ده أحد التطبيقات بتاعت الماتيريال الحديثة. غالية رخيصة مش هي ده المجال بتاعنا، احنا مش بنتكلم على دي دلوقتي، احنا بنتكلم على استخداماتها هتبقى عاملة ازاي معايا. النهاردة غالية لأنها ليها علاقة بالإنوفيشن والاختراع والابتكار، لكن بكرة مش هتبقى غالية، هتبقى رخيصة في متناول اليد. ليه؟ لأن التكنولوجيا بتزيد عليها علشان توصلها تبقى تكلفتها أقل. مش بس كده، صناعات الماتيريالز بتاعه الويست ماتيريالز، صناعات الماتيريالز بتاعه اللي هي الاورجانيك، كل الصناعات دي هي ابتدت تطلع لنا حاجات كتيره جدا جدا علشان ما تاثرش على البيئه المحيطه. فهي قيمتها عاليه دلوقتي، لكن بكره هتبقى رخيصه. بكره ده هيبقى امتى؟ بكره لما الناس تستخدمها بوفره وبكثره، لما المصانع تكتر، لما المجتمع يصر على انه يبعد على انه يضر نفسه لما يستخدم مواد السميه فيها عاليه، الانبعاثات اللي فيها كتيره، لما يبقى المجتمع مثقف في هذه الثقافه اكيد هيبقى له تاثير على المكان. اخر حاجه هيفكرني اللي هو كان لا انا من صوت مفصول يا باشمهندس حسين. كان فيها في اول الالفينات، وبداوا فيها في 2006 2007، بداوا الكونستراكشن بتاع 2006 2007 تقريبا. مصدر. طيب شوف سيدي الفاضل، هل في طلع سيتي زيها مستدام في دبي؟ مصدر في ابو ظبي ومستدام في دبي، او استدامه في دبي. المدينتين دول هم نماذج جيده جدا جدا، انها حطت مبادئ كثيره جدا للمعيشه فيها. كويس. هل هي فقط اللي موجوده في العالم كده؟ في مدن كتيرة جدا عندها هذا التصور، ولكن مش بصورة انها مدينة. على فكرة دول زي نقدر نقول كومباوند، الاثنين دول كومباوند وليس مدينة، ما هياش مصدر. يعني هي كومباوند موجود فين؟ موجود في ابو ظبي مصدر، واخبها مستدامة او استدامة موجودة في دبي، فكأنها كومباوند، بس كومباوند مبادئ الاستدامة فيها عالية شوية. اوكي، مبادئ الجرينز فيها عالية شوية.
هل في مجتمعات كتيره كده؟ اه في مجتمعات، المجتمعات اللي بتقول انها عندها مدن ذكيه بتطبق حاجات كتيره جدا جدا في الاستدامه او مباني الخضر. دي نمره واحد. نمره اثنين، اصبح في مدن كتيره جدا جدا تحاول توصل لمفاهيم الاستدامه بمفهوم تاني خالص ظهر حديثا اسمها انسنه المكان. خلاص؟ بالانجليزي humanization places. كويس؟ انسنه المكان، ازاي ان انا اطور مفهوم البلاننج بتاع او الاربن بلاننج بتاع المدينه انه يبقى متوائم مع الاستدامه للحياه. واخد بالك؟ فالموضوع كبر وسع اكتر من انه مش بس بنتكلم على جرين بيلدينج، بنتكلم كمان على سستينبل اربن بلاننج. اوكي؟ ازاي نطور الكلام ده؟ المفهوم الجديد اللي هو انسنه المكان، ده دول كتيره جدا ومدن كتيره جدا بتشتغل. طب النقطه اللي عايز برضو اسال حضرتك فيها، هل برضو حد اهتم؟ يعني انا الكلام ده انا نفذته في حياتي مره واحده بس، والحمد لله ده بختبر رزق من ربنا ان عدى علينا الكلام ده. ان انا during construction في الليد رولز والليد تيم جوه البروجكت، ان هو يخلي الاوبريشن اللي بيحصل جوه الكونستراكشن بيلدينج ان هو ما يعملش بوليوشن ويعلي يعني يبقى كل السبع رولز. هو طبعا اكيد مش السبع دول، يعني في رولز للكونستراكشن سايتس او كونستراكشن بروجكتس انها تطبق الليز. يعني ما كانش في حاجه اسمها عربيه تدخل الموقع وتطلع الا لما تتغسل الاول وتغسل العجل بتاعها وتتظبط وتتعمل عشان ما تطلعش الشارع. دي احد الرولز السريعه يعني. فلهذا الكلام الكالتشر دي انتشرت في العالم ولا معلش انا بس حضرتك استاذنا طبعا وعارف زي ما اتفقت مع حضرتك ان هل هذا الكلام انتشر ولا برضو يعني سيل او مشروع عدى علينا وخلاص؟ المعايير معايير دوليه. تمام؟ ايوه. اي دول طبعاً بتشتغل عليها بتاخدها بتستعين بيها من الدول الاخرى، زي احنا عندنا في مصر في دول الخليج في كده كانوا بيستعينوا بالليد. في دول تانية بتستعين بالبريم. في دول تانية برضو زي مصر وزي السعودية وزي الأردن وزي قطر، كل دولة بتعمل المعايير المحلية بتاعتها. أيوة. فمفاهيم كلمة المعايير إن أنا أطبقها على منشآت، ده الأساس. أنا بعمل معايير، المعايير دي ليه؟ بعمل المعيار ده ليه؟ ليه بعمل الجرين بيراميدز؟ ليه بعمل الجرين بالم؟ ليه بعمل المعايير دي كلها؟ علشان تساعدني كتير جدا إنها تخدم على المنشآت بتاعتي في البيئة بتاعتي. أيوة. كويس؟ بالظبط. فانا اشوف انها تنتشر، هي تنتشر، لكن قياسا مع مقارنه مع الصناعات التقليديه ما زالت. ليه؟ زي ما هنرجع تاني للمربع الاولاني، احنا بنتكلم على المنشئات الكونستراكشن ليها علاقه بالكوست، ليها علاقه بثقافه المجتمع وثقافه المالك للمنشا، ليها علاقه بالماتيريال هل هي متوفره ولا مش متوفره. يعني احد الدكاتره الافاضل السعوديين الدكتور محمد تاج بيعاني معاناه شديده جدا جدا علشان يوصل مفهوم يا جماعه الخير احنا عايزين نشتغل بحاجه اسمها ماده البوزلان. ماده البوزلان هي الاسمنت الطبيعي اللي موجود منتشر في دوله زي السعوديه، دوله زي الاردن، دوله زي السودان. للاسف في مصر ما عندناش البوزلان دوت، بنستورد البوزلان في مصنع زي مصنع اللي موجود في اسيوط، بنستخدمه وندخله في صناعات الاسمنت عندنا، يطلع منتج اسمنتي عضوي او صديق للبيئه، الانبعاثات الكربونيه فيها ضعيفه. ممتاز. ماده البوسلان هي ماده الحمأه القديمه اللي كانت بتطلع من البراكين اللي من ملايين السنين، اللي للاسف احنا الحمد لله او يعني للاسف مش موجوده عندنا في مصر، موجوده في السودان، في الدول اللي حوالينا، في الاردن، في السعوديه، في دول الخليج موجوده الحمأه دي. فانك تستخدمها وتاثرها على صناعه الاسمنت في الدوله دي، هي ده صاحب قرار سيادي لازم يعمل. فأنا فاهم كويس قوي إن الموضوع موضوع الماتيريال محتاج زقة كبيرة جدا من الدول. إحنا عندنا في مصر كان في قرار من مجلس الوزراء إن يساعدوا ويشجعوا جامد جدا للصناعات اللي هي إيه؟ الويست ماتيريال. فالصناعات دي إيه؟ إن أنا كصاحب بيزنس عايز أعمل مصنع أطلع بيه منتج من البلاستيك، البلاستيكات المخلفات، ان انا اطلع منتج من الكرتون المخلفات، ان اطلع ان اطلع ان اطلع. كل دي هي تطبيقات كتيره جدا جدا في الماتيريال، محتاج ان طبعا نستوعبها علشان نقدر نقول هل ده مدلوله على المنشآت العامه.
جزاك الله خير يا حبيبي، ونشوفك على خير يا رب قريب قريب جدا يا دكتور. والله منور الدنيا، جزاك الله خير، ومشكرين جدا على المحاضره الجميله دي، محاضره رائعه. شكرا يا باشمهندس محمود. باشمهندس محمد الله يكرمك، جزاكم الله خيرا باشمهندس حسين. الله خير يا محمود، شكرا. الله يكرمك. شكرا دكتور. دكتور ايمن، في المهندس احمد الخطيب بيقول احتاج مرجع للعماره الخضراء والتصميم الداخلي. طيب هو انا يمكن برضو هستاذنك هبقى يعني انزل مسميات كتب كتيره على الجروب عندك. حاضر، ما فيش مشكله خالص. حتى كمان يعني هبعت عندك برضو الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، الناس تتابع المنشات الموجوده اللي انا بحطها على الفيسبوك، المنشات اللي بحطها على اللينكد ان، يتابع البوستات اللي انا بحطها، هيلاقي داتا كتيره جدا. اهلا وسهلا. مهندس احمد الادهم بيقول ازاي اقدر اوظف استفادتي من الدوره واحقق اقصى استفاده من ممكنه منها. تمام، مبدئيا احنا بنتعرف على حاجه، هل هي انت عندك خبره بيها قديمه ولا لا؟ فلو عندك خبره قديمه انت بتطور المفهوم بتاع الخبره ديت في انك بتعرف الحديث فيه. يعني بحاول قدر الامكان ان احنا في الكورس دوت ان احنا نستوعب شويه اللي هي المفاهيم الحديثه اللي موجوده دلوقتي في السوق. تمام، فده هو اكيد فايده كبيره جدا ليك. نمره 2، لما تبقى صاحب قرار في منشا هتعمله، ارجو ان الكورس ده ينديلك يعني سبوت لايت جامد جدا، اضاءه قويه جدا وخبر حياتك على المباني الجديده، المباني الخضراء، فانت تبقى اكتيفيست كده وخبر حياتك زي الناس الاكتيفيست اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم النشطاء البيئه، انك تدينا الاوتبوت بتاعك، الخارج بتاعك له علاقه بالجرين بيلد. ارجو ان يكون الكلام دهوت ما يوقفش عند المعماري فقط، يعني المفهوم ده لازم يبقى عند المعماري والمهندس الكهرباء ومهندس الميكانيكا ومهندس الصحي، مهندس الانفراستراكشر، مهندس اللاندسكيب، كل الديسيبلينز اللي بيشتغلوا في اي منشا يكون عندهم هذا التصور. اخر حاجه، لما ابقى انا مالك منشاه، ارجو ان هي تبقى استوعب كتير قوي ان قناعتي جوايا ان هذا المنشا ما اتعملش باسلوب الجرين بيلدينج يبقى هيضرني. شوف وصل معاك لحد فين. انا مش عايز اضر نفسي، القناعه بتاعتي الرئيسيه ان انا مش عايز اضر نفسي، مش عايز اروح اجيب دهانات الكربون ايميشن بتاعها عالي والتوكسيك بتاعها بيأثر على النفس بتاعي، مش عايز اعمل كده، ولا العين ولا الترددات بتاعت اللي بتطلع من الاجهزه والدوشه الكبيره الخارجيه توصل لي، وبالتالي ما بعرفش انام، فبالتالي المخ بتاعي القشره بتاعت المخ تتأثر ويبقى الانسان قلوق، الانسان بيصيبه امراض وهكذا. تخيل انا لو فهمت المفهوم ده هو كلنا هنستوعب كتير قوي، لو احنا كلنا كمجتمع قدرنا نستوعب ان امراضنا امراض الكتير. على فكره في مفهوم كده اسمه متلازمه المبنى المريض، سيك بيلدينج سيندروم. خلاص، المتلازمه دي هي زي متلازمه الربو، زي متلازمه السرطان، زي متلازمات كتيرة جدا من المجتمعات بتعاني منها مجتمعاتنا، كل المجتمعات اللي هي ليها علاقة بالهاي تكنولوجي أو ليها علاقة بالمباني الحديثة. بلاش كلمة هاي تكنولوجي عشان الناس تفتكر إنها بس واقفة عند الهاي تكنولوجي، المباني الحديثة كلها بصفة عامة. لما أروح أجيب المواد كيماوية السمية فيها عالية أو الكربون إيميشن بتاعها بيزيد كل شوية، ما ده كله بيأثر بالسلب كتير جدا. لما يبقى شوارعنا للاسف الشديد ما بقدرش استخدم فيها المواصلات اللي هي ليها علاقه بالبيئه، صديقه البيئه، ابتدت دلوقتي المجتمع مثلا في القاهره ابتدى يبقى فيه محطات يبقى فيها اللي هي الكتريك تشارجر علشان العربيات الكهرباء. طيب كويس، فيري جود، خطوه وهيتبع خطوات كتيره تانية ان شاء الله. اهلا وسهلا. دكتور، المهندس احمد الادهم بيقول هل ده يتوافق او هيتوافق مع برنامج اتحضر للاخضر في مصر؟ وانا مش عارف، ما عنديش الداتا بتاعت البرنامج دهوت، لكن تاكد تماما ان الوزارات دلوقتي وصاحب القرار ابتدى
يعني هذا الامر ان احنا كلنا رايحين ناحيه ال 2030، كلنا مين العالم كله اجمع رايح ناحيه ال 2030، ما فيش دوله عن دوله بتتكلم في انها مش هتقدر تلاحق نفسها او تلاحق او انها تتاخر على ركب ال 2030. دي نمره واحد. انا بقى بطور المفاهيم بتاعتي واعلي احتياجاتي ان انا اخش على 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 ما هو مستدام. هنا بقى بيظهر بقى مبادرات زي اللي حضرتك اتفضلت وقلت عليها او مبادرات اخرى كتيره جدا جدا، وبيظهر ان المجتمع المدني بقى يبتدي يتفاعل بطريقه اشد واقوى. ازاي ان انا اعمل الكلام ده؟ دي محتاج ان المجتمع المدني يبتدي يكون عنده ابتكار ويبتدي عنده ابداع لهذا الامر. ازاي ان احنا نبقى بايونيرز في هذا الامر؟ المؤسسات المجتمعيه، الجمعيات والمؤسسات المجتمعيه لازم يكون ليها دور فعال في نشر هذا. اهلا وسهلا يا دكتور. في سؤال خاص بالماتيريال، هل ممكن تكون متاحه برزنتيشن ولا صعب؟ اكيد مفيش مشكله ان شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا واسمعي يا دكتور، ومحاضره قيمه جدا جدا. اهلا وان شاء الله في انتظار حضرتك غدا باذن الله في نفس التوقيت الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره ان شاء الله. ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا، في رعايه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.